مرحبا، نحن الآن في ولاية سيواس وسط تركيا للمشاركة في مراسم افتتاح قطار أنقرة سيواس فائق السرعة الذي يجري افتتاحه من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أكطاي. هذا الخط يقلل مدة السفر بين مدينة سيواس والعاصمة أنقرة بالسكك الحديدية من 12 ساعة إلى ساعتين فقط، ويربط بين شرق تركيا وغربها باختصاره مسافة السفر ومدته. القطار القادر على السفر بسرعة 250 كيلومتر سيقلل المسافة بين أنقرة وسيواس من 603 كيلومترات إلى 405 كيلومترات، وسيعزز هذا القطار السياحة والاقتصاد والحياة الاجتماعية في المنطقة. دعونا نسأل المواطنين عن آرائهم حول القطار وأهميته. Bir Sivaslı olarak yüksek hızlı treni Ankara'dan Sivas'a ilk getiren makinist olmanın gururunu yaşamaktayım. يمر القطار عبر 8 محطات و 3 مدن، وأنجز من المشروع حتى الآن 49 نفق و 49 جسر. ومع الانتهاء من خط القطار السريع أنقرة سيواس، زادت تركيا طول خط السكة الحديد إلى حوالي 14000 كيلومتر، وطول خط القطار عالي السرعة لديها إلى أكثر من 2000 كيلومتر. اكتبوا لنا في التعليقات، هل تنقلتم عبر شبكة السكك الحديدية في تركيا من قبل؟ وما رأيكم فيها؟ وهل تفكرون بتجربة هذا الخط الرابط بين شرق البلاد وغربها؟